طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية: كانت تنتظر الإفراج عنه، الحوثيون يطالبون عائلة محمد قحطان بمغادرة منزلهم خلال 3 أيام. ومن موقع دي دبليو: مجلس الأمن الدولي يبحث إرسال بعثة مراقبة جديدة إلى اليمن. وفي الأخبار المنوعة: سجن وزير إسرائيلي سابق 11 عاما بعد إقراره بالتجسس لإيران. أهلا بكم. السياسي اليمني المعروف محمد قحطان معتقل لدى ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ولا أحد غير معتقليه يعرف عنه شيئا. وبينما تنتظر أسرته الإفراج عنه، جاء إليهم من يطالبهم بالخروج من المنزل، وعنون موقع الحرف 28: الحوثيون يطالبون عائلة قحطان بمغادرة منزلهم بصنعاء ويهددون بإخراجهم بالقوة. وقال الموقع في تفاصيل الخبر الأكثر انتشارا في المواقع الأخبارية اليوم أن جماعة الحوثي طالبت أسرة القيادة في حزب الإصلاح محمد قحطان المختطف لديهم بمغادرة منزلهم في العاصمة صنعاء بهدف الاستيلاء عليه. وقال عبد الرحمن نجل محمد قحطان في منشور بصفحته على فيسبوك إن طقما حوثيا بمسلحيه يهددون بأخذ المنزل عنوة وإخراج من فيه، وتابع إن أسرة قحطان بمن فيهم أطفال يسكنون البيت، أي خزي وأي عار يمارسه هؤلاء. وأرفق عبد الرحمن صورة لسور منزلهم وقد كتب عليها الحوثيون محجوز من قبل النيابة الجزائية المتخصصة. أما موقع الصحوة نت فقد تابع ذات الموضوع وعنون في صفحته الرئيسية: مسؤولون وقيادات حزبية وإعلامية تقول تهديد أسرة قحطان يخل باتفاقات السويد. وقال الموقع: توالت الإدانات والاستنكار لما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من عمل همجي بتهديد عائلة محمد قحطان المخفي قصرا منذ 4 أعوام وأمهالهم 3 أيام لمغادرة المنزل للسيطرة عليه ما لم يتم اقتحامه بالقوة. وعبر عدد من الإعلاميين والسياسيين والمسؤولين عن إدانتهم واستنكارهم لما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من تهديد لأسرة المناضل محمد قحطان المخفي لدى الميليشيات الحوثية منذ 4 سنوات، وصفة التهديد وترويع أسرة السياسي المعروف بالعمل الهمجي الجبان الذي ينم عن انتهاك كل الأعراف المجتمعية والقانونية. وكتب علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح: بينما يترقب اليمنيون إطلاق أكثر من 8000 مختطف في سجونهم، الحوثي يطالب أسرة المختطف محمد قحطان بإخلاء منزله. هل نذكرهم بالقانون الدولي أم بالدستور أم بالعرف أم بتقاليد اليمنيين؟ يسمون أنفسهم مسيرة قرآنية، والقرآن اعتبر إخراج الإنسان من مسكنه جريمة كقتل الإنسان ذاته. حين يتحدث زعماء الميليشيا في اليمن أو في غيرها من البلدان فإن خطابهم واحد، مهما حاولوا الاختلاف هم دائما يتحدثون عن الصمود والمؤامرات وحبهم لشعبهم العظيم. وقد كتب عصام شعبان حول واحدية خطابهم ونشر مقاله في العرب الجديد: يستند التشابه الأقرب إلى التناسخ في خطابات النظم المستبدة إلى خصائص مشتركة على الرغم من الاختلاف في شكلها السياسي، ما يعود إلى تشابه مضامين سياسات تلك النظم ونتائجها على المستويين الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فإن خطابات المستبدين ومكونها اللغوي متقارب، وإن حدث وأجرينا تحليلاً إحصائياً لها لخرجنا بمؤشرات كمية واضحة، بداية من تكرار الكلمات نفسها وتشابه مضامين الخطاب ودلالاته النفسية والسياسية، وكذلك الفئات التي يوجه إليها سواء من مكونات السلطة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية ومؤسسات القضاء والدعاية أو القوى الاجتماعية المرشحة للاحتجاج من الفئات الشبابية والنسائية وفئات عاملة ومتقاعدين وصولا إلى قوى المعارضة. يوجه خطاب الاستبداد لكل فئة رسائل تخصها بأهداف محددة سواء مرتبطة بالوعود وكسب التأييد أو المرتبطة بالوعيد والتهديد وبث المخاوف لكي تخضع للنظام.
يتدرج المستبد في مستويات ردود الأفعال والخطاب إلى مراحل ثلاث، يعلن غضبته في البداية ويطلق تحذيراته، ثم يقر بشرعية المطالب الشعبية التي يرفعها المحتجون، ولا ينفي حق المحتجين في التعبير السلمي، ولكنه يحذر من التخريب والمؤامرات ومخططات هدم الدولة والتآمر على الوطن. ثم تبدأ المواجهات مع المحتجين، وإذا ما فشلت في قمع المعارضين تبدأ مرحلة تقديم التنازلات. لا ينسى المستبد شكر الشعب الصامد، ويعد بأنه سيكمل المسيرة بفضل صبر الشعب وصموده ووحدته وتفهمه الظروف وقدرته على البناء. يطالبه بالاستمرار في الأمل وتجاوز المحن ودعاوى المحبطين والمؤامرات. يكرر الرسائل نفسها عن إعلان الصمود أمام تحديات الظروف الدولية ومحدودية الموارد الاقتصادية. يؤكد أن كرامة المواطنين من كرامة الوطن، وأن استقلال البلاد وبناءها وإصلاحها خيار إلزامي على الرغم من فداحة الثمن الذي خصم من شعبيته. يعمل المعلمون اليمنيون في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين منذ أكثر من عامين بدون مرتبات، وتتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لفئات واسعة من المجتمع اليمني بسبب انقطاع الرواتب. وعندما حصلوا على وعد بنيل جزء من حقوقهم، تريد ميليشيا الحوثي أخذ حقهم. وعنون موقع المصدر أونلاين: بعد فضائح نهب المساعدات، الحوثيون يحاولون الاستحواذ على 70 مليون دولار قدمتها السعودية كمنحة للمعلمين. وكانت السعودية استجابة لمساعي منظمة اليونيسف قبل أكثر من 3 أشهر، أعلنت عن تقديم منحة مالية بواقع 70 مليون دولار يتم صرفها كحوافز للمعلمين اليمنيين الذين يعملون في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين. وفقا لوزير التربية والتعليم عبدالله لملس، فإن تأخر الصرف ناتج عن شروط الحوثيين، فهي التي أخرت دفع الرواتب للمعلمين، والمبالغ لا تزال موجودة في حساب اليونيسف. ومن حديث الوزير لملس، فإن ما يجري حاليا هي ضغوطات من جماعة المتمردين الحوثيين على منظمة اليونيسف لتمكينهم من نهب المبالغ والتصرف فيها على النحو الذي يريدون، خاصة أن جماعة الحوثيين استبدلوا آلاف المعلمين والموظفين الحكوميين العاملين في قطاعات الحكومة المختلفة بعناصر من جماعتهم. ويضغط الحوثيون اليوم على منظمة اليونيسف لإيداع مبالغ المنحة المالية المقدمة كحوافز للمعلمين عبر البنك المركزي في صنعاء، وبالتالي صرفها عبر أجهزة الحوثيين لكشوفات جديدة استبعدوا فيها آلاف المعلمين الذين لم يصبحوا جزءا من منظومتهم. وبهذه الطريقة يمكن القول إن مبلغ 70 مليون دولار قدمتها السعودية للمعلمين عبر اليونيسف في طريقها لأن تصبح جزءا من المجهود الحربي الذي يسخره الحوثيين لتمويل المعركة التي يخوضونها منذ أكثر من 4 سنوات. في إحدى مباني المعهد الصحي بمدينة الحوطة في محافظة لحج، الذي لا زال نشاطه متوقفا منذ تحرير المدينة من الحوثيين، يقع السجن المركزي في محافظة لحج كموقع مؤقت بعد تعرض السجن المركزي في مدينة صبر للتدمير. وقد زارت صحيفة الأيام المكان وعنونت: السجن المركزي بلحج لا يشكل 1% من معايير السجون. قالت الصحيفة إنه تم استخدام المبنى كسجن وكضرورة حتمية من قبل قيادة الأمن في المحافظة، بعد أن كان السجناء المتهمون في مختلف القضايا ينقلون من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية إلى سجن المنصورة المركزي في العاصمة صنعاء. مدير السجن المركزي عبد السلام حسين الجنيد قال إن إدارة السجن تعمل وفق المتوفر لديها، وأن السجن الحالي يشكل ضغطا كبيرا على المبنى أو البناء أو المبنى المؤقت، وهو ما يستدعي قيام الجهات المختصة بسرعة إنجاز تأهيل السجن المركزي في صبر. وأفاد أن عدد السجناء 150 نزيلا، وهم متهمون في قضايا مختلفة من مديريات المحافظة، حيث أن أغلب المديريات لا توجد فيها سجون مهيئة لاستيعاب السجناء، وهو ما أدى إلى نقل السجناء لمركز المحافظة. وأضاف أن من بين السجناء من قضى العام أو أكثر في هذا السجن الضيق. صحيفة لوموند الفرنسية تنشر مقالا للصحفي لويس أمبيرت يتحدث فيه عن محاولة السلام في اليمن، وقد ترجم خصيصا لقناة بلقيس. وقال الكاتب:
مع دخول الصراع في اليمن عامه الخامس، وقعت الحكومة والمتمردون الحوثيون اتفاقا في ستوكهولم في ديسمبر 2018، وهو اتفاق غير تنازلي ثمين لكنه هش يعطي الأمل في استئناف مفاوضات سلام حقيقية. أيد مجلس الأمن الدولي هذه الاتفاقية بقرار خجول قبل فترة قصيرة من أعياد الميلاد، وعلى الرغم من التأخير والاختلالات فإن اتفاقية ستوكهولم لا تزال تعمل. يجب أن تشرف الأمم المتحدة على تحصيل الضرائب في الميناء. كان المتمردون مسبقاً وحتى الوقت الحاضر يحصلون من الميناء على ثلث عائداتهم دون أن يسلموا فلساً إلى الخزينة اليمنية، يقولون إنهم على استعداد للتخلي عن هذه النعمة شريطة أن تعود العائدات كرواتب للموظفين في الشمال الخاضع للمتمردين. العديد من هؤلاء الموظفين لم يعودوا يتلقون رواتبهم من الدولة منذ صيف عام 2016، يعانون يتذمرون ويزداد الضغط على رؤسائهم في العمل. ترك اتفاق ستوكهولم سؤالا حاسما بلا إجابة، ما هو مصير البنك المركزي اليمني؟ يجب أن تسلم الأمم المتحدة إيرادات الميناء إلى البنك المركزي، وهو من سيسلم رواتب الموظفين. انقسم البنك بين حكومة الشمال والحكومة المتمردة منذ صيف عام 2016، وقد تهاوى منذ ذلك الوقت. أما الريال اليمني فقد هبط بشكل خطير في العام الماضي، وبدون اتفاق تقني يسمح للبنك بالعمل ولو بالحد الأدنى يكون السلام مستحيلا، وسرا يعترف المسؤولون السعوديون بإنهاكهم. هم لا يعرفون كيف يضعون حدا لتدخلهم العسكري، وهم خائفون من المساهمة في تدمير البلاد ويسعون بالفعل للحد من انهيار الاقتصاد. فقدت اليمن حوالي 40% من ناتجها المحلي الإجمالي في 4 سنوات، أي ما يقرب من ضعف ما عانت منه اليونان بين عامي 2010 و2013 في الأزمة التي أوشكت أوروبا تقريبا أن تنهار معها. صحيفة لو فيغارو الفرنسية تعنون بالشأن اليمني في موضوع ترجمة لقناة بلقيس: الأمم المتحدة تريد نشر 75 مراقبا في اليمن. حيث طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن في أواخر ديسمبر الموافقة على إرسال 75 مراقبا إلى اليمن للتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده في ديسمبر بين المتحاربين في اليمن، كما تبين ذلك وثيقة تمكنت رويترز من الاطلاع عليها. ويستعين على أعضاء مجلس الأمن 15 أن يقرروا ذلك من الآن حتى 20 يناير، موعد نهاية مهمة فريق المراقبين التي تستغرق 30 يوما بقيادة الجنرال المتقاعد باتريك كاميارت. وفي طلبه الذي قدم في 31 ديسمبر، يشرح أنطونيو غوتيريش أنه يجب أن تكون الأمم المتحدة قادرة على التحقق من شروط الاتفاق الموقع في السويد وتحديد الوقائع وإثباتها. ومن المصادر الدبلوماسية: لم يتم بعد تعميم أي مشروع قرار يأذن بإرسال البعثة بين أعضاء مجلس الأمن. وبموجب الهدنة التي تم التفاوض عليها في ديسمبر، وافق الحوثيون وقوات التحالف التي تدعم الحكومة على وقف القتال والانسحاب، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. يعنون الموقع الألماني دوتشيه فيليه في متابعته لأشأن اليمني: مجلس الأمن الدولي يبحث إرسال بعثة مراقبة جديدة إلى اليمن. وقال الموقع الألماني: شكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية، لكن المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. ويأمل جريفيث أن يتمكن بحلول من أن يجمع طرفي النزاع على الأرجح في الكويت لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد. وبموجب الاتفاق، على الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها أن ينسحبوا كليا من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها، ويسيطر الحوثيون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014. وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. ومن جهته أكد وزير الخارجية اليماني خالد اليماني أنه لن تكون هناك جولة جديدة من المشاورات بعد الحوثيين،
ومع الحوثيين، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد أولا، وتابع أن حكومة بلاده طالبت الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بممارسة ضغوط على جريفيث والجنرال باتريك كامبيرت رئيس لجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. مؤلف كتاب المفكرون العظماء في القرون الوسطى بيتر أدمسون كتب مقالا عن بعض المترجمون العرب صنعوا أكثر بكثير من مجرد حفظ الفلسفة اليونانية، وقد أعادت الغد نشره وقام بترجمته على الدين أبو زينة. في العصور القديمة في أوروبا كتب الفلاسفة في جزئه الأكبر باللغة اليونانية، وحتى بعد الفتح الروماني للبحر الأبيض المتوسط وزوال الوثنية ظلت الفلسفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الهيلينية، لكن معظم الفكر اليوناني ظل متاحاً في بواكير العصور الوسطى، متاحاً جزئياً فقط باللاتينية وبشكل غير مباشر. في الأماكن الأخرى كان الوضع أفضل، وفي الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية استطاع البيزنطيون الناطقون باليونانية مواصلة قراءة أفلاطون وأرسطو من النصوص الأصلية، وتمتع الفلاسفة في العالم الإسلامي بدرجة غير عادية من الوصول إلى التراث الفكري الهيليني. وفي بغداد القرن العاشر الميلادي كان لدى القراء باللغة العربية تقريباً وصول إلى أرسطو بنفس الدرجة التي يتمتع بها قراء الإنجليزية اليوم. كان ذلك بفضل حركة ترجمة جيدة التمويل خلال حقبة الخلافة العباسية، والتي بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي، وبرعاية من أعلى المستويات حتى من الخليفة وعائلته. سعت هذه الحركة إلى استيراد الفلسفة والعلوم اليونانية إلى الثقافة الإسلامية، وكانت لدى إمبراطوريتها الموارد اللازمة لتفعل ذلك، ليس مالياً فحسب وإنما ثقافياً أيضاً. ومنذ أواخر العصور القديمة وحتى صعود الإسلام عاشت اليونانية كلغة للنشاط الفكري بين المسيحيين خاصة في سوريا. وهكذا عندما قرر الارستقراطيون المسلمون أن تترجم الفلسفة والعلوم اليونانية إلى العربية نظروا إلى المسيحيين. وفي بعض الأحيان ربما كان العمل اليوناني يترجم أولاً إلى السريانية ثم بعد ذلك فقط إلى العربية، وكان ذلك تحدياً كبيراً، فاليونانية ليست لغة سامية، ولذلك كانوا ينتقلون من مجموعة لغوية إلى أخرى على نحو أشبه بترجمة الفنلندية إلى الإنجليزية، منه من ترجمة اللاتينية إلى الإنجليزية. ولم تكن هناك في البداية مصطلحات متاحة للتعبير عن الأفكار الفلسفية في العربية، ما الذي دفع الطبقة السياسية للمجتمع العباسي إلى دعم هذا المسعى الهائل والشاق. أحد التفسيرات هو بلا شك تحقيق الفائدة الكبيرة للمجموعة العلمية، كان للنصوص الرئيسية في حقول مثل الهندسة والطب تطبيق عملي واضح. في الأخبار المنوعة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط نطالع عنوان سجن وزير إسرائيلي سابق 11 عاماً بعد إقراره بالتجسس لإيران. وقالت الصحيفة إن محكمة إسرائيلية أصدرت قراراً بسجن الوزير السابق لشؤون البنى التحتية والطاقة غونيون سيجيف 11 عاماً بعد إدانته بتهمة التجسس لمصلحة إيران. وقالت المحكمة إنه ثبت أن سيجيف قدم لإيران تقارير خطيرة واعترف بهذه التهم بشكل صريح بعد توقيعه على صفقة مع النيابة أدت إلى تخفيف العقوبة عنه، وتضمنت الصفقة اعترافه باتهامات ووجهت إليه في مقابل حذف تهمة مساعدة العدو في حربها أو في حربه ضد إسرائيل من لائحة الاتهام، وإنزال عقوبة مخففة عليه من أجل تفادي فضحه أو فضح أنشطة استخباراتية مختلفة أثناء عملية الإثبات. وأجرت محاكمة الوزير السابق في سرية تامة، لكن تسرب منها أنه أخبر مشغليه في طهران بمعلومات دقيقة عن وسائل الحراسة المتبعة على عدد كبير من القادة الإسرائيليين السابقين، وبسبب تسريب تلك المعلومات فرض جهاز المخابرات العامة الشابك حراسة مشددة حول عدد من كبار المسؤولين السابقين. وذكرت هذه المصادر أن سيجيف اعترف في المحكمة بأنه قدم لمشغليه الإيرانيين معلومات دقيقة وحساسة جدا تتعلق بالحراسة ووسائل التنقل وتفاصيل سفر هؤلاء المسؤولين
وغيرهم، والأسماء المستعارة التي تستخدمها هذه الشخصيات في الخارج وغيرها من الأسرار. وتبين أنه تم تجنيد سيجيف كعميلا لإيران في عام 2012 عن طريق مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ووصل إلى إيران مرتين مع مشغليها الذين كان يعرف أنهم من عناصر المخابرات الإيرانية. وبحسب قرار الإدانة فإن سيجيف التقى مع مشغليه الإيرانيين في عدة أماكن في أنحاء العالم وفي فنادق وشقق سكنية كانت تستخدم للنشاط السري الإيراني. في جولتنا المصورة لهذا اليوم تنشر صحيفة الديلي تيليغراف صورا متنوعة من حيث مضمونها والمشاعر فيها أيضا، نتابعها معكم في هذه الجولة. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.